مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قواعد اللغة الفرنسية على قناة سيلينكو. بدرسنا اليوم رح ناخد لا فوا اكتيف اي لا فوا باسيف اللي هن بنترجمهم باللغة العربية المبني للمعلوم والمبني للمجهول، كتير مهمين وكتير لازم ننتبه لحتى نفرق بيناتهم، فرح نبتدي فيهم مع بعض. المبني للمعلوم اللي هو الفوا اكتيف، والمبني للمجهول هو فوا باسيف. كيف بنميز المبني للمعلوم والمبني للمجهول، الفوا اكتيف والفوا باسيف؟ لحتى نعرف اذا كانت الجمله مستخدم فيها الصياغه المبني للمعلوم او كانت بصيغه المبني للمجهول، لازم اول شيء نستخدم تكنيك، تقنيه معينه، اللي هو انه نحن نعرف الفاعل، هل هو من قام بالفعل؟ بنسال حالنا هذا السؤال، هل الفاعل هو من يقوم بالفعل الموجود بالجملة اللي هي معنا؟ فإذا كان الجواب نعم، الفاعل هو من يقوم بالفعل، بتكون الجملة بصيغة المبني للمعلوم لفوا أكتيف. أما إذا كان الجواب لا، الفاعل لم يقوم بالفعل بل وقع عليه الفعل، بهي الحالة الجملة بتكون مبني للمجهول. هناخد مثال عليها. الجملة الأولى رح ناخد مثال عليها، phrase 1 Pierre mange les pommes. Pierre mange les pommes. Pierre أكل التفاح. الجملة الثانية phrase 2 Les pommes sont mangées par Pierre. Les pommes sont mangées par Pierre. التفاح أكل من قبل Pierre. مثل ما لاحظنا بالمثالين هدول بالجملة الأولى والثانية المعنى متطابق. بالجملة الأولى قلنا إنه بيير أكل التفاح، وبالجملة الثانية قلنا إنه التفاح أكل من قبل بيير، فالمعنى بالأخير أو النتيجة هو إنه بيير أكل التفاحات، هو اللي أكل التفاح. فلمعرفة إذا كانت الجملة بصيغة المبني للمعلوم أو المبني للمجهول، نتبع طريقة تالية. أول شيء منحدد الفعل الرئيسي للجملة، منشوف شو هو الفيرب، بعدين مندور على الفاعل اللي عمل الفعل، يعني العثور على فاعل الفعل أو من قام بالفعل. بعدين المرحلة الثالثة منسأل حالنا إذا كان الفاعل هو اللي قام بالفعل، السوجي نفسه هو اللي قام بالفيرب، أو أنه الفاعل هو وقع عليه الفعل. فبالجملة الأولى اللي هو بيير مونج لي بوم، بيير أكل التفاح، الفعل بدنا ندور عليه، الفعل هو مونج أكل. الفاعل في نسأل من أكل؟ بيير هو الذي أكل، فبيير عنا هو الفاعل. من قام بالفعل؟ الفعل اللي عنا إياه هو هون الأكل مونج، هو بيير، فهو من قام بالفعل. فهون صار عنا الجملة هي مبني للمعلوم، لأنه الفاعل بيير هو من قام بالفعل مانج، فبيير مانج. فبهي الحالة الجملة عنا إياها مبني للمعلوم، لأنه الفاعل عنا واضح وهو من قام بالفعل يلي هو هون فعل الأكل مانج. هنطبق نفس المراحل على الجملة الثانية يلي هي les pommes sont mangées par Pierre. Les pommes sont mangées par Pierre. التفاح أكل من قبل بيير. فالفعل هو أكل. Sont mangées أكل. مين هو الفاعل؟ من أكلت؟ من أكل؟ هو التفاح بهالجملة. إحنا بلشنا بالسوجي. Les pommes سوجي. فالفاعل هم التفاح. أو السوجي فينا نقول. من قام بالفعل يعني من أكل؟ بيير هو من قام بالفعل. هل من قام بالفعل هو نفسه الفاعل اللي هو السوجي؟ لا، بيير هو من قام بالفعل، والسوجي بالجملة عنا هو التفاح لي بوم. فالجملة عنا هون هي بصيغة المبني للمجهول فوا باسيف، لأنه الفاعل أو السوجي لي بوم ليسوا هم من قاموا بالفعل،
بل هم من وقع عليهم الفعل هم الذين أكلوا son manger التفاح هو اللي أكل فالفاعل بهي الحالة اللي هو sujet ما قام بالفعل إنما وقع عليه الفعل فبهي الحالة بتكون الجملة عندنا مبني للمجهول la voix passive بالفوا باسيف عندنا شيء اسمه تكملة الفعل هو الترجمة الحرفية إلى اسمه تكملة الفعل بس بالفرنسي اسمه le complément d'agent le complément d'agent بيشير إلى من قام بالفعل بالجمل اللي هي صيغة مبني للمجهول لفوا باسيف حيث بتشير إلى الشخص أو الشيء الذي قام بالفعل بما أنه قلنا بالجمل المبني للمجهول السوجي ليس هو من يقوم بالفعل وإنما هو من يقع عليه الفعل فنحن لازم نعرف مين قام بالفعل فالو كومبليمون دجون هو اللي بيقلنا من قام بالفعل تكملة الفعل لو كومبليمون دجون هي الفاعل أو السوجي في جملة المبني للمعلوم بالفوا أكتيف الفكرة شوي بتخربت رح نوضحها بالمثال التالي عنا هون جملتين لفوا أكتيف ولفوا باسيف بالنسبة للفوا أكتيف بيير مانج لي بوم فبيير هو السوجي الفاعل مانج فير ولي بوم هي الكمبليمان دوبجي ديريكت أو في نقول عنه المفعول به لفوا باسيف لي بوم صارت عندها هي السوجي سون مانجي فيرب بار بيير يلي هو كمبليمان d'agent بالجمل اللي هي passive مبنية للمجهول في عنا شيء اسمه مثل ما قلنا complement d'agent يلي هو بالجمل الاكتيف او المبني للمعلوم هو السوجي فالسوجي بيتحول لcomplement d'agent والcomplement d'objet direct المفعول به بيتحول بجملة الباسيف لفاعل او سوجي هون تلخيص الفكرة COD الكمبليمان دوبجي ديريكت بجملة الأكتيف بتصير سوجي بالفوا باسيف والسوجي بالفوا أكتيف بتصير كمبليمان داجون بجملة الباسيف وبتكون مسبوقة بكلمة بار هون انسبقت عنا ببار من قبل لتحويل جملة من المبني للمعلوم لمبني للمجهول يجب أن تحتوي الجملة على COD اللي هو الكمبليمان دوبجي ديريكت وبالتالي سيتم تحويل الكمبليمان دوبجي ديريكت إلى سوجي مثل ما قلنا بالمثال السابق بأغلب الحالات نستخدم حرف الجر par قبل الكمبليمان داجون وبعض الأحيان نستخدم حرف الجر de هل احيانا جمله الباسيف المبني للمجهول ما بتكون بتحتوي على كومبليمان داجون فمعنى لانه نحن بجمل المبني للمجهول ما ملزمين نعرف من قام بالفعل فهو نحن بنعرف شو حصل وعلى من حصل يعني على من وقع الفعل وشو الفعل بس ما بنهتم من قام بالفعل بجمل الباسيف او المبني للمجهول يعني تمام مثل اللغه العربيه وذلك لعدة أسباب منها أنه مشان يكون أحياناً الجملة فيها لغز أو بيكون عندنا الفاعل اللي قام بالفعل غير معروف أو لأنه بيكون مثلاً واضح فمشان هيك الكمبليمان داجون اللي هو في ترجمناها الترجمة الحرفية للغة العربية اللي هو تكملة الفعل بصيغة المبني للمجهول مو إلزام تكون موجودة بالجملة مثال عليها des fleurs ont été cueillies Des fleurs ont été cueillies. يعني الزهور قطفت. بهاي الجملة ما مهتمين من قطف الزهور. فالدرس اللي اهتمينا فيه انه الزهور قطفت. فاستخدمنا la voix passive اللي هي المبني للمجهول. من قام بالفعل بالنسبة لنا مجهول. ما بهمنا من هو اللي قام بالفعل. اللي بهمنا انه الزهور قطفت. فاستخدمنا المبني للمجهول. كيف منصيغ المبني للمجهول؟ لصياغة المبني للمجهول هو بيعتبر
الى جزئين. نستخدم الفعل المساعد être اللي هو الفعل يكون مع اسم المفعول للفعل المستخدم le participe passé du verbe. فمنحط الverb être plus participe passé. عند استخدام الفعل المساعد être بصياغة voix passive لازم يطابق الفعل المساعد اللي هو الفعل être الفاعل بالنوع سواء كان مذكر أو مؤنث والعدد مفرد أو جمع. فكتير مهم أنه مع الفعل être لازم نعمل وراء الأكور. إذا كان السوجي مذكر منحط الparticipe passé أخذناهم بدرس الباسي كومبوزي بدون أي شيء. أما إذا كان مؤنث منضيف له E المفرد كمان ما منضيف له شيء والجمع منضيف له إما S direct إذا كان مذكر أو OS إذا كان جمع مؤنث. إذا ما كنتوا حضرانين نراجعوا درس الماضي المركب الباسي كومبوزي أنا شارحها أكثر على موضوع الparticipe passé وكيف بنعمل له أكور مع الإتر مع الverb المساعد إتر. الفعل المساعد يكون être هو الفعل الذي نقوم بتصريفه حسب الزمن المراد استخدامه وبعدين منضيف له اسم المفعول للفعل المراد استخدامه. يعني أنا وقت بدي إيجي أقول أنه هاي الجملة بالزمن الماضي فبحط الفعل être بالماضي وبعدين بحط الparticipe passé وبعمل له accord إذا كان لازم أعمل له accord. فاللي بيحدد لي زمن الفعل أو زمن الجملة هو الفعل être وحسب تصريف أنا اللي مستخدمته بالجملة. أمثلة عليهم رح ناخد بهي الحالة الفعل aimer يحب. فبالبريزنت هو j'aime. أما بالvoix passive je suis aimé. فاستخدمنا الفعل être بالحالة الحاضر بالبريزنت. وطبعا هون ال e مضافة إذا كان فيمينين اللي عم يحكي منه مسكولة مؤنث منه مذكر. الامبارفيت جيمي فبالفوا باسيف منصرف الفعل اتر حسب الامبارفيت فبصير جيتي امي. للفوتور سامبل جيمري بصير بالفوا باسيف je serai aimé. Serai هو تصريف الverb être بالfutur simple. Passé composé j'ai aimé فبصير j'ai été aimé بالvoix passive j'ai été aimé. Conditionnel présent j'aimerais بالvoix passive الverb être بصير serai فبصير جملة je serai aimé. Conditionnel passé j'aurais aimé بالvoix passive j'aurais été aimé. أما بالامبيراتيف بالأمر aime بتصير بالفوا باسيف soit aimé. فمثل ملاحظتوا الفعل être اللي بنعمل له conjugaison حسب الزمن اللي نحن بدنا الجملة تكون فيه والparticipe passé بيضل مثل ما هو ما عدا إذا كنا عم نعمل accord مثل ما قلنا بيطابق الفاعل sujet بالمذكر والمؤنث المفرد والجمع. ملاحظة كتير مهمة أنه نحن لازم ننتبه أنه مو كل مرة بنستخدم فيها الفعل المساعد être بتكون الجملة مبني للمجهول يعني la voix passive. فمثل ما بنعرف في بعض الأفعال بتاخد الفعل être أو الفعل يكون كفعل مساعد والتصريفة بالماضي المركب أو بقية الأزمنة اللي بتحتاج لفعل مساعد اللي هو الverb être أو الverb avoir. أنا حكيت عنهم بالتفصيل أكتر بدرس الباسي كومبوزي رح أطلقون الرابط بصندوق الوصف مشان تحضروا للفيديو وتتذكروا قاعدته. فر مرة بتراجعوا فكرة قواعد الparticipe passé وكيف بصير الparticipe passé وكيف بعمل له أكور مع الأوكزيليير إتر. مشان هيك لازم ننتبه إذا كان الفاعل اللي هو السوجي هو من يقوم بالفعل أو إذا كان الفاعل السوجي هو من وقع عليه الفعل. إذا كان السوجي هو من قام بالفعل فبتكون بهي الحالة الجملة مبني للمعلوم
la voix active. أما إذا كان السجي هو من وقع عليه الفعل تكون الجملة مبنية المجهول voix passive. هيك بيكون خلص درسنا لليوم عن الفوا active والفوا passive اللي هن المبني المجهول ومبني للمعلوم. بتمنى تكون فكرتهم صارت أوضح بالنسبة لإلكم. إذا عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح ما تنسوا تحطوا لي إياه بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. بالنسبة لدرس اليوم رح تلاقوه بمقالة خاصة فيه على موقع سيلينجو، رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف إذا حبيتوا تقروه. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب للقناة، تفعلوا زر الجرس وتعملوا شير للفيديو مع رفقاتكم اللي عم يتعلموا فرنسي وبيحبوا يتعلموا فرنسي. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء.